صياما مقبولا. في تشرين الثاني من العام الماضي وقعت وزارة الصحة ونقابة الأطباء اتفاقية تتضمن زيادة علاوة أطباء الوزارة على أن يبدأ تنفيذها مطلع 2023. الاتفاق كان على رفع العلاوات من 35% إلى 55% على أن تصرف في الربع الأول من هذا العام. لليوم هذه العلاوة لم تصرف. نقابة الأطباء تطالب وزارة الصحة بتعجيل صرفها. بدورها الوزارة قالت إنها أرسلت كتابا رسميا إلى رئيس الوزراء وذلك لإقرارها أو لإقرار العلاوة الفنية وبانتظار إقرارها. وزارة الصحة ونقابة الأطباء أعلنتا في بيان مشترك في تشرين أول العام الماضي الاتفاق على عدة بنود نستذكرها ومن أهمها إنصاف أطباء وزارة الصحة من حيث العلاوات، وهو اعتراف من الوزارة على أن الأطباء مظلومين. إقرار لائحة الأجور الجديدة، حل مشكلة الأطباء مشطوبي العضوية، البدء بتحديد ساعات العمل للأطباء في الوزارة، مناقشة آلية عمل اللجنة الفنية لدراسة الأخطاء الطبية المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية المعمول به. هذه أبرز ما تم الاتفاق عليه بين النقابة والوزارة آنذاك. اليوم هناك خلاف، هل سيحل؟ هذا ما سيتحدث عنه نقيب الأطباء الدكتور زياد سابي. مساء الخير سيام مقبول. مساء النور. أهلا وسهلا وأهلا بعضو اللجنة الصحية النيابية الدكتور تيسير كرشان. أهلا بك سعد. أهلا وسهلا بكم. صوت المملكة بدأ. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. اسمحوا لي أن أجد ترحاب بضيفي محفظ الألقاب. سأبدأ وإياكم هذا اللقاء وأبدأ معك دكتور زياد. شو المشكلة؟ أولا لابد أن نناقش هذا الموضوع ضمن ما يسمى المنظومة الصحية في الأردن بشكل عام. كويس. تعلم أن هناك ما يقرب من 28 ألف طبيب يعملون الآن في قطاعات العسكرية والصحة والقطاع الخاص وبعض المؤسسات والجامعات مثل أونريا والجامعات وغيرها. 28,000 طبيب. 28,000 طبيب عامل. نعم عامل الآن. كويس. عدا عن المتقاعدين والمغتربين وغيرهم. كويس. هؤلاء 28,000 طبيب الذين يعملون منهم 6,500 تقريبا في وزارة الصحة. تمام. بدون جدال أن المنظومة الصحية ترتكز على مؤسسات وعاملين. صحيح. وإحنا العاملين ننظر إليهم بعملية تكاملية، أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين مختبرات وإلى آخره. وجميع الخدمات. والخدمات المساندة للأطباء وللمؤسسات. والنقطة الأخرى أن وزارة الصحة يعني تقوم بجهد كبير جدا في معالجة المواطنين من كافة الطبقات ومن كافة الأشكال، موظفي الحكومة. صح. الطوارئ، الأطفال، الكبار السن، من ضمن تأمينات معروفة على حساب الدولة أو على حساب الأشخاص، كل من يسكن الأردن يتعالج. نعم. كويس. وبالتالي فهي الركن الأساسي في تقديم الخدمات الطبية، لأن الخدمات الأخرى متخصصة. ماشي. مثل الخدمات الجامعية أو خدمات القوات المسلحة. الآن أطباء الصحة في هذه الزاوية اللي هم 6500 طبيب، 6500 طبيب موزعين ما بين مراكز صحية ومستشفيات. ماشي. والمراكز الصحية طبعا موزعة بالقرى والمدن وإلى آخره. 100 مركز. وأيضا المستشفيات في كل مدينة في أكثر من مستشفى حكومي، بعضهم أخصائيين بعضهم أطباء عامين. طيب هذا الطبيب الذي تخرج بالأمس وأنهى سنة الامتياز وجلس سنة يمكن أو سنتين بدون عمل ثم التحق بالعمل في وزارة الصحة، إذا التحق في عمل في وزارة الصحة في مركز صحي فراتبه 480 دينار. تمام؟ وعلاوة الطبيب ما فيش؟ هاي كله. ماشي. نحكي على العلاوات كله. كله 480 ليرة. كويس. إذا اشتغل بعد شوي وفي مناوبات مستشفى وكذا ممكن أن يصل إلى 600 دينار. ماشي. تمام؟ تمام. هلا أخصائي ممكن يوصل 900 ألف. إذا كان صار استشاري 1500 1600 دينار. إذا استشاري هذا. إذا استشاري. استشاري تلك 12 سنة قراية. لا هذا كثير. يعني نص عمره. كويس. يعني هو بيصل إلى رتبة استشاري بالتأكيد مش قبل 45 سنة عمر. ماشي. يعني 12 سنة قراية تقريبا. 13 أكثر.
كويس. فبالتالي لا هو يعني اذا دخل كليه الطب 18 سنه، فانت بتحكي كمان 24 سنه. طبعا يعني بين ما بين دراسه وعمل. صحيح. تمام. وابحاث ودراسات وانت بتعرف يعني قديش دراسه الطب مهمه، يعني متعبه ومرهقه. الان اذا ما قارنا هذا الجدول من الرواتب مع رواتب اي فئات اخرى، يعني اذا واحد مثلا مهندس ومدير شركه كم راتبه بيكون؟ حدا بياخذ اكثر من 3000 او 2500 و3000؟ هل ال 1600 او 1700؟ بس طبعا في دكتور خليك معي. انت الطبيب شوف لي اياه بمهنه فرضا مهندس، نعم، بصيدلاني، نعم، باي وظيفه ثانيه، اما طبيب قال لي اياه بمدير ما بزبط. لا يعني انا هذا الطبيب هو مدير مستشفى وهو مدير استشاري وهو رئيس قسم وهو كذا. صحيح. مش بس هيك، هلا اذا كان مثلا هذا المستشفى خلينا نقول فيها خدمات جامعيه تعليميه زي مستشفى حمزه مثلا، ممكن يجي له علاوه 500 دينار، ممكن يجي له علاوه 700 دينار، ممكن يوصل 2000 دينار 2500 وهكذا. لكن انا بحكي عن طبيب عامل بيشتغل من 8 للساعه 4 يوم بعد يوم مناوب، ممكن أن يطلب نصف الليل ويروح لهناك، هذه العلاوه. احنا الان هاي الاطباء وزاره الصحه غطائهم الذي يدافع عنهم فقط نقابه الاطباء مش الوزاره. انا مش يعني انا بحكي في ظل هذا الجدول كويس. من الرواتب اللي بده يدافع عن مصالحهم نقابه الاطباء اكيد بالتاكيد هم له مطالبات، وصار اضرابات سابقا 2011 و2012 وهكذا. لكن انا بحكي الان وزع. احنا رفعنا هذه المطالب، من ضمنها ليست فقط العلاوه او الراتب او اللمهية او البدلات او الحوافز او كذا، من ضمنها اشياء اخرى ايضا تتعلق بفرص الاختصاص، فرص الابتعاث خارج الدوله، وهذا كله بصب في النهايه لمصلحه الخدمات المقدمه للمواطن. صحيح. وخلينا نقول صراحه انا بعتقد 50% من الناس في الاردن تعالجوا بوزاره الصحه مش بالقطاعات الاخرى. النقطه الثانيه هذا بده يتعلم، والطب في قاعدة أساسية بمواصلة التعليم. يعني بوصل عمره 70 سنة وبعده بتعلم. صحيح. والطب كل يوم متغير بالطبع. يعني في كل مناحي الطب وتخصصات الطب كل يوم في جديد، وبالتالي بده يتعلم، بده ابتعاث، بده كذا. ماشي. احنا يعني مشكورا دكتور فراس مع الوزير اجى عندنا على النقابة جلسنا معه قبل توقيع الاتفاقية بأسبوعين، يعني تقريبا في شهر 11، وجلسنا وناقشنا كل الأمور المتعلقة بالأطباء. وكان يعني بعد ما أثير من جدل كبير جدا على قانون المجلس الطبي الأردني. صحيح. وجلسنا فعلا وتقدم. إحنا عندنا في مجلس النقابة 5 أو 6 أطباء من وزارة الصحة، نصف المجلس يعني عاملين في وزارة الصحة، ونقلوا له هموم النقابة. لا تنسى أيضا أنه مرجعية النقابة هي وزارة الصحة. صحيح. هاي زي ما وزاره الاشغال هي مرجعيه نقابه المهندسين وهكذا. قلنا له احنا في عندنا كذا وكذا وكذا. قال طيب اوكي، خلينا نقعد ونناقش القضيه. ناقشناها بالتفصيل كلها. وافق. الان بدنا نصيغ اتفاقيه. فعلا صغنا اتفاقيه، ويعني وجلسنا في الوزاره وناقشنا بنود الاتفاقيه. وافق عليها كلياتها الا نقطه واحده. وهي؟ المطالبه بالعلاوه، يعني صرف علاوه فنيه من رفعها من 35 الى 55. هو قال بناء على استشاره المستشارين اللي عنده السير في الاجراءات لرفع العلاوه من 35 الى 55. ما هي السير في الاجراءات راحت 5 سنين يعني هلا. ولا لا دكتور، امبارح الاطباء اطباء وزاره الصحه كان عندنا اجتماع في نقابه الاطباء، قالوا يعني مرات بكون 48 ساعه مرات 48 سنه يعني. ماشي. ده وقفنا هي النقطه دكتور بعد امرك. ماشي. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات. ماشي. الدكتور مشكورا اعطانا الخلاصه، ولم يتهم احد ولم يلقي اللوم على احد، وقال بما حدث، وقال بان الوزاره وافقت على كل شيء باستثناء انه ضافوا السير في الاجراءات رفع العلاوه من 35 ل 55%. وعلمت بانه من 35 ل 55 بتكلف 10 مليون. نعم. صححوا لي اذا كانت المعلومه مش صحيحه. انا ما بعرف بس يعني 10 مليون. نعم. تفضل مني. 26 بالسنه كامله. بس طبعا بالسنه شو بنحكي. ماشي. هل ستوافق وزاره الصحه او هل وزاره الصحه ستلتزم بهذا الاتفاق، ام ان السير في الاجراءات سيكون له روح القانون وبالتالي الوزاره ستمضي فيه وقت حسب لقائكم مع وزير الصحه اليوم؟ نعم. تفضل.
احنا تحدثنا مع وزير الصحة على هامش الاجتماع الذي تم في هذا اليوم حول هيكلة المستشفيات الجديدة. فتحدث وزير الصحة بأن هنالك سير بالإجراءات، وهذا الموضوع يعني احنا بالنسبة نثق بمعالي وزير الصحة وجهده ودفعه للحصول على علاوة العمل الإضافي كما حددت من قبل النقابة والوزارة. لكن هذا الأمر أنا أرى أنه ليس بيد معالي وزير الصحة، هو بيد وزير المالية ومجلس الوزراء وإيجاد المخصصات اللازمة. ووزارة المالية يعني إحنا بنشوفها أكثر تشددا في هذه الأمور، وخاصة الزيادات الفنية للفئات المختلفة. حسب الاتفاق إنه كل هاي المخصصات راح تكون من مخصصات وزارة الصحة ومن ضمن موازنة وزارة الصحة، يعني مش راح نطلب من وزارة المالية 10 مليون الجداد. أنا هيك بعرف. بعدين معلش سعد، كيف ملوش علاقة ليس من ضمن صلاحيات وزارة الصحة؟ إذا وزير الصحة بده يقعد مع نقابة الأطباء هو صاحب الصلاحية، هو إذا قال شيء بده يمشي. عادك مشكلته مع وزير المالية هي مشكلة ثانية، هي مع الحكومة صارت. بس إذا وزير الصحة وافق معناته هو صاحب الصلاحية وليس وزير المالية. وزير الصحة لم يوافق على العلاوي، يعني احنا مع سعادة نقيب الأطباء في إيجاد العلاوة. أنا بدي أتحدث عن المصاعب والجهد اللي ببذله الأطباء والإنتاج اللي بنتجه أطباء وزارة الصحة في هذا المجال، لكن وزير الصحة يعني بيرفع لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يتم دراسته عن طريق الموازنة وتحديد المبالغ المالية من قبل وزارة المالية وليست من قبل وزير الصحة. معلش صح لك سعادتنا، وزير الصحة وقع على الاتفاقية بنيابة عن وزارة الصحة وأنا وقعتها. البند المتعلق بالعلاوة يقول السير في الإجراءات برفع العلاوة من 35 إلى 55 بالمئة. معك نسخة عن الاتفاقية؟ موجود، بطلع لك إياها على التليفون. على التليفون؟ طبعاً. بدنا نطلعها بالفاصل، طلعنا إياها بعد أمرك. وافق، بس غير بدال ما إنه موافق قال السير في الإجراءات. يعني أو لا، بدل كلمة صرف حتى علاوة أو رفع العلاوة. السير في إجراءات. ليش هو؟ عشان نكون يعني عادلين، هو فعلاً زي ما حكى سعادة النائب، هو بده يرفع هذه الإجراءات لا رئاسة الوزراء، ورئيس الوزراء بده يحولها لوزير المالية. خليك معي لحظة. هون عند النقطة هاي، احنا هدينا الأطباء من 15/11 لليوم 22، قلنا لهم في الآن نهاية سنة، وبالتالي ما في مخصصات. طيب. انتظروا الميزانية. الميزانية صدرت فيها الإرادة الملكية السامية ب 28/2. صحيح. وبالتالي هاي 2 راح، 3 راح، وأربعة راح. هاي 4 قرب يروح، وإحنا بنمشي بالإجراءات. طيب خليك معي لحظة. سعادتك، ألا يعني رفع الوزير للكتاب أو للاتفاقية إلى رئيس الوزراء يعني موافقة ضمنية على أن الوزير يوافق على هذه البنود؟ تفضل. الوزير نسب لمجلس الوزراء بالموافقة، فإحنا ما بعنينا مين معناته موافق. نعم، وزير الصحة موافق على هذا الموضوع. لو ما وافق ما نسب لمجلس الوزراء، لكن احنا ما بعنينا وزير المالية، رئيس الوزراء او معالي وزير الصحة. احنا بعنينا ان يتم الايفاء بهذا الوعد وتنفيذ هذا الوعد. استاذي احنا خليني اعطيك ملاحظة بسيطة. في 86، في عام 1986 كان راتب الطبيب العام يعين ب 190 دينار. الآن شوف الفرق البسيط اللي صار خلال 36 أو 37 سنة، الآن أصبح راتبه 480 دينار. علاوة العمل الإضافي من 86 لغاية الآن لم تتغير 35%. خليك معي بس. نعم. 190 ليرة بال 86 قديش كان نسوي؟ اشتري من الأرض. صريح. نعم. ال 480 ب 2023 ليره شو بيساوي؟ دكتور بكفن لك عزيمه؟ لا عندك؟ طبعا احنا للاطباء العامين يعني احنا بنقول انه هذا المبلغ قليل جدا. انا بدي اسالك سؤال دكتور. الاطباء قبل فتره عملت حلقه عن الاطباء الخريجين اللي بدهم يتدربوا بالمستشفيات، في جامعات في مستشفيات تطلب منهم ادفع لي عشان ادربك عندهم. هي واحد. بعدين رحنا على الخريجين الجامعات الاردنيه الاطباء، ماشي، اللي بيمتحنوا بورد وبيمتحنوا هاي الامتحانات كلها ومش ملاقيين وظائف وقاعدين لي بيستنوا بديوان الخدمة المدنية. نقطة ثالثة، الطبيب بطل طبيب، شو 480 ليرة لطبيب؟ قليل جدا أستاذي. وبشو بيشتغل يا دكتور؟
طبيب ابو 480 ليره شو بيشتغل؟ بيشتغل محل استشاري وبيشتغل يوم بعد يوم بيناوب، وممكن يكون هو سكان معاني ودوه يداوم بربت. نعم يعني نعم. راحت مواصلات. طب شو يا سيدي، احنا الاطباء اولا نعاني من نقص شديد في الاطباء. بدي اعطيك واقع اطباء الصحه مقارنه مع المستشفيات الجامعيه ومستشفيات الخدمات الطبيه ورواتبهم. رواتبهم تفرق فرق كبير جدا عن اطبائنا اللي بتعينوا في وزاره الصحه، على الرغم طيب. من انه طبيبنا في وزاره الصحه يتعرض الى اعتداءات دائمه، يغطي عيادات في مناطق بعيده جدا وفي الصحراء، وبتعرض لحوادث سير، وبتعرض لامور تمس حياته. دوامه مستمر. أطبائنا في في المستشفيات الطرفية بداوم أكثر من 48 ساعة مستمرة. في عندنا كذلك الأمر مقارنة مع هذه القطاعات الطبية اللي حكيت لك عنها، عندنا ضعف تدريب، ما في تدريب، ما في تأهيل لأطبائنا مقارنة مع الأطباء الآخرين. الأطباء الآخرين في القطاعات الأخرى بيطلعوا لبريطانيا، بيطلعوا لألمانيا، بتدربوا، بأخذوا مؤهلات علمية للمستقبل. إحنا وزارة الصحة ما في تدريب لأطبائنا، وهذا ضعف، يعني هذا يعتبر نقص من حقوق الأطباء. الطبيب إذا ما مارس تدريبه وما مارس ما بيزبط الامور. اذا احنا الطبيب لا قادرين ندربه، ولا قادرين اهله، ولا قادرين نزيد له راتبه، واذا يكون موجود عدد الاطباء الدول الخدمه المدنيه يعني كبير. نقطه نعم. اخرى 3000 طلب. نقطه اخرى ما يتم انجازه من قبل اطباء وزاره الصحه، وزاره الصحه مشكوره في العام، يعني في خلال سنه واحده خليني اعطيك انجازاتهم، وهذا انجاز نفتخر فيه. 10000 عمليه قسطره في مستشفيات وزاره الصحه، مين اللي عملها؟ اطبائنا. عملوا 550 عمليه قلب مفتوح في مستشفيات وزارة الصحة، ألا يقدر هذا العمل؟ لمن؟ لمواطن أردني. لمن يقدر؟ للوزارة للطبيب. أم للطبيب؟ للطبيب. ما انتوش راضين تزيدوه للطبيب. احنا مش أنا مش وزارة، أنا مجلس نواب، وأطالب وأضم صوتي لصوت نقيب الأطباء بإنصاف أطبائنا في وزارة الصحة والكوادر الطبية الأخرى. راح أخليك تحكي اللي بدك إياه. تاريخ بس والله لا خليك تحكي طبعا. عندي فاصل بس بدي أروح على الفاصل وبعدين تحكي اللي بدك إياه. بس أنا بدي أسأل سؤال، مش 50% قلتوا لي بتداووا بالأردن على حساب التأمين الصحي؟ أنتم تأمين صحي، صندوق التأمين الصحي وينه؟ وين مصرياته؟ وينه؟ بعد الفاصل أستمع للإجابة. تفضل بقائي معنا. اهلا بكم من جديد وجد ترحاب بضيفي، واعود لاطرح السؤال. دكتور كنت بدك تتحدث شيء مداخله لك. نعم. بس انا بدي اسالك سؤال، اذا وزاره الصحه معاش المصاري، طب مش عندنا صندوق التامين؟ نعم. ولا فيوش مصاري كمان؟ ما بعرف، هذا سؤال توجه لوزاره الصحه. ممكن الدكتور بعرف. تفضل. اولا والله سمعت عليه 20 مليون، بدريش 500 مليون دين عليه تقريبا. اي قال فريد حداد. دكتور فريد حداد تفضل. يعني احنا بلد ليس كبيرا، احنا تعداد سكان 10-11 نعم. مليون. نعم. وبالتالي يجب أن تكون المنظومة الصحية المتكاملة ما بين كل القطاعات منظمة تماما حتى نستطيع أن نقدم خدمة عادلة وشاملة لكل المواطنين. كويس. الغني اللي بده يروح على القطاع الخاص يروح، المقتدر اللي عنده تأمين يروح. شركات قطاع خاص يروح التأمين. بس بيبقى ما لا يقل عن 70% إلى 80% من الناس ليس لديها تأمين خاص وغير قادرة على الدفع، وبالتالي بتروح على التأمين إما الحكومي أو العسكري. تمام؟ ماشي. الآن من أحسن التجارب أو الأفكار التي مرت على مسيرة المنظومة الصحية في الأردن هي المؤسسة العلاجية وأفشلت. مؤسسة؟ العلاجية اللي أنشأوها زمان على أيام داود حناني لما طلع من القوات المسلحة، وهي توحيد خدمة المستشفيات تحت إدارة واحدة. هلا بصير عندنا مراكز صحية أولية تحول إلى مستشفيات، والمستشفيات كلها بنظام واحد وبمستوى واحد. لماذا فشلت؟ فشلت لأن الطبيب اللي في الصحة ما بيأخذ راتب
زي الطبيب اللي بالجيش او الطبيب اللي بالجامعات. ماشي. نعم هناك في وظيفه للطبيب الجامعي، وظيفه للطبيب العسكري اضافيه، لكن ايضا الان اصبحت المستشفيات الكبرى كلها في المدن ومعتمده للتدريب. ماشي. ومعتمده صحيح. سواء للتدريب على مستوى طلاب الطب، يعني ناخذ مثلا مستشفى السلط الجديد، وهذا هو المستشفى الان اللي بيدرب طلاب البلقاء، مستشفى الزرقاء اللي بالهاشميه صحيح. مستشفى المفرق وهكذا، وايضا كلها معتمده لاغراضها. اذا لم يكن الطبيب الاخصائي قادر على انه او خلينا نسميها مكتفي ماليا، كيف بده يعطي؟ من الصعب. كيف بده لما بينظر الى زميله اللي في قطاعات اخرى لا بياخذ قده ولا قد نصه؟ فبالتالي هذا الحكي هو الذي يجب أن يخلق نوع من المساواة بين الأطباء لكي نستطيع أن نقدم خدمة موازية ومماثلة لهذا الحكي. طيب. هذا أدى إلى ماذا؟ عدم التساوي أو قلة الرواتب في وزارة الصحة، أدى إلى تسرب. تسرب هذا له أكثر من ناحية، ليس فقط القطاع الخاص الأردني ولكن للخارج. هلا مين اللي بيطلع للخارج؟ العلالين الشاطر والكفاءة. تمام. مين اللي بيطلع على القطاع الخاص؟ إما المتقاعد أو الشاطر أو الكفاءة. هذا الكلام يجب أن يجد له حل، بحيث أن طبيب الصحة لكي يعطي كل ما عنده، خاصة وأنه يمنع عليه منعاً باتاً أن يعمل بالقطاع الخاص. يعني طبيب بيشتغل مثلاً، بس في منهم كثير بيشتغلوا يعني، بس أنا بحكي قانون قانون. أنا بحكي قانون، أنا كنقابة أطباء وما حدا بلوم الطبيب لما يروح يشتغل بالخاص، لأنه عارف إنه هال 400 ليرة مش راح تكفي له لا إله ولا لعيلته. تمام. لكن عندما يتوزع، يعني أحكي لك قصة طريفة جدا، حكى لي إياها مباشرة الله يرحمه الدكتور عبد السلام مجاري. الله. قال أنا مرة كنت ماخذ رسالة من جلالة الملك إلى الرئيس حافظ الأسد. فقال له الرئيس الأسد، قال له دكتور عبد السلام أنا بعرف إنك أنت تخرجت من جامعة دمشق. قال له نعم. قال له أي سنة؟ قال له 49 أو 50. نعم. قال له طيب يعني كان عندكم كلية طب؟ قال له لا. قال له طيب ليش السوريين كلهم الآن دافقين على الأردن؟ صحيح. وروحوا بتعالجوا الأردن. قال له السبب أنه إحنا عندنا الخدمات مقسمة وكل واحد ماخذ دوره. طبيب الجيش هو طبيب بيقدم خدمة طبية وعسكري في نفس الوقت، طبيب الجامعة يقدم الخدمة الطبية والأكاديمية ويدرس. نعم. وطبيب الصحة هو الذي ينوب بالحمل تبع كل الناس الباقين. قالوا قالوا اللي بده مصاري يروح على القطاع الخاص، انما انتو بيجي طبيب بالجامعه بيشتغل له ساعه او ساعتين باليوم بروح على عيادته، حتى ممكن يشوف المرضى ويحولهم على عيادته. اذا ما احترمنا طبيب القطاع الخاص بده يتسرب، اما بده يروح يشتغل سرا. قصدك وزاره الصحه؟ نعم وزاره الصحه. اذا ما اكتفينا فيه ليس فقط ماليا، ماليا وعلميا وتدريبا واحتراما وكله، اذا ما اعطينا احنا حقه سيتوجه الى احد مسربين، اما انه يدور له على شغل برا. ماشي. واما انه بده يعني يشتغل سرا. كويس. ماشي كويس. طيب كل ما يحدث هناك دائما ما يتحدث بانه احنا رايحين وزاره الصحه بدنا نخصخص وزاره الصحه، صحيح؟ لا خصخصه لوزاره الصحه، انا اؤكد انه القطاع العام سيبقى قطاع عام. خصخصه القطاع الصحي يعني تعتبر وزارة الصحة من الخدمات الأساسية اللي زيها زي التربية والتعليم، وهذا لا طيب. نفكر فيه إطلاقا، إنما نفكر في تأمين صحي شامل لجميع أبناء المجتمع. يعني طيب دكتور، أنت اليوم على هامش اللقاء مع وزير الصحة تحدثت عن موضوع نقابة الأطباء مع وزارة الصحة اللي هي رفع العلاوة، هل الوزير قال بأنه سيكون هناك رفع للعلاوة أم لا على الهامش؟ الوزير تحدث حرفيا أنه سنسير بالإجراءات. طيب هذه الإجراءات والوزير كم متفائل. كم ستأخذ وقت؟ والله لا نعلم، يعني هذا الموضوع يجب أن يسأل في المسؤولين في وزارة الصحة، لكن الإجراءات يعني إجراءات راح تكون بين مد وجزر، بين مد وجزر، إلى أن يعني ممكن طيب. تأخذ فترة، وفي النهاية ماشي. احتمال يكون الرد بالإيجاب واحتمال يكون الرد بالرفض. يعني طيب دكتور، ما رأيك بالحديث الدائر وأنت اليوم لجنة صحية، يعني إذا صار أي خلاف رح تيجي عليكم على جميع الجهات. نعم. ما رأيك بالذي يقول بأنه من الممكن أن يتم التصعيد من قبل نقابة الأطباء إذا لم يتم إعطائهم هذا ما تم الاتفاق عليه، أو الإسراع في سير الإجراءات؟ يا سيدي هذا شيء متوقع.
ما هي النقيب عندنا. هذا بديش شيء اسال النقيب لاني بدي اسمع الاجابه بعدين اسمع الراي. هذا شيء متوقع، نحن متوقعين هذا الموضوع، لانه الوضع الان وضع الاطباء كما تحدث سعاده النقيب وكما تحدثنا انه وضع بحاجه الى دعم وبحاجه. الان احنا سيدي بنتوسع في الخدمات الصحيه في وزارة الصحة، 6 مستشفيات افتتحت مؤخرا في وزارة الصحة، أدخلنا تكنولوجيا جديدة على وزارة الصحة ومنها انقسطرة في عدة مستشفيات. خلينا نكون احنا واضحين، المستشفيات الأردنية خرجت من التصنيفات العالمية، خرجت، وكان السبب في ذلك البحث العلمي، لأنه احنا ما بنصرف على البحث العلمي. طيب هاي المستشفيات وهذه الكوادر الجديدة وهذه الخدمات الفندقية الرائعة راح تقدم في هذه المستشفيات وتشكر الوزارة على ما قامت فيه، بدهوش طبيب اللي يشتغل؟ بدنا طبيب وبدنا كفاءات، أهم شيء كفاءات مؤهلة بالصحة المريض. إذا الطبيب بده ياخذ 450 ليرة رحت عليه شاف 10 بقول يا عمي روح وخلص أنا طلعت حقي، كيف بتتنعكس على الطبيب؟ قل لي بس كيف إذا ما رفعوا الطبيب العلاوة شو بدها تنعكس عليه وأنت طبيب؟ الانعكاسات يا سيدي أنا بدي أقول لك شغلة. أولا الانعكاسات، طبيبنا إذا بقيت هذه الرواتب يفكر بالهجرة، أي واحد أول واحد يفكر بالهجرة إلى خارج الوطن، أي كويس، بلقى فرص، وهيك بنخسر إحنا كفاءات عالية، واللي بيهاجر هو الشخص الممكن الأكبر. اثنين، بفكر طبيبنا الآن العمل سرا بالقطاع الخاص، وأعداد كبيرة جدا الآن تشتغل من أطباء وزارة الصحة بيشتغلوا، والوزارة بتدري وساكتة وغارشة لأنها بتقول لك أنا ما معي شاطي، وهذا ينعكس على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن. أنا كيف شو بستنى من طبيب بيشتغل بالقطاع الخاص أسبوع كامل ليليا بيشتغل فيه، بده يجي يقدم لي خدمة بمستشفيات وزارة الصحة؟ كيف؟ الناحية الثانية، يبقى الطبيب حتى لو بيشتغل بالقطاع الخاص يبقى تحت ضغط نفسي كبير انه الان بمسكوني الان يكتشف امري. في بعض الاطباء تم تغريمهم ما يقارب من 40,000 دينار نتيجة عمله بالقطاع الخاص، فالطبيب يبقى في دوامة، وهذا ينعكس على خدماتنا الصحية، تكثر الأخطاء الطبية ويكثر العزوف عن العمل في وزارة الصحة. ما هي المهلة التي من الممكن أن تعطيها نقابة الأطباء للوزارة وللحكومة حتى يعرفوا ما الآن بتعرفوا شو صرت بدي أعرف أنا؟ ماذا نقصد بالسير بالإجراءات أو كم المدة الزمنية لهذا المصطلح؟ يعني أنا سألت معالي وزير الصحة عن الإجراءات، لأن أنا عمري ما اشتغلت بالحكومة حتى أعرف شو الإجراءات. طبعا هي بده يبعث رسالة بالكشوفات والأطباء وقديش التكلفة إلى رئاسة الوزراء. ماشي. كما أبلغتني أمس الأمين العام دكتور إلهام خريسات أنهم أرسلوا هذه الرسالة إلى رئاسة الوزراء، فالآن الكرة في ملعب رئاسة الوزراء. تمام؟ ماشي. وهنا يعني على حقيقة دولة رئيس الوزراء أن يتحمل المسؤولية في هذا الموضوع. ليه؟ لأنه مبارح كان في اجتماع ضم 500 طبيب من وزارة الصحة، 100 منهم على الأقل إجا من محافظات بعيدة رغم كان مبارح مطر وشتاء وبرد وإلى آخره، وإجوا مجموعات لأنه مش كل واحد بيقدر يسوق سيارته من معان لهون، فبالتالي إجوا وكانت المطالبات كلها تدور حول أعطونا موعد محدد لإنهاء هذه الإجراءات. تمام؟ فأنا قلت لهم أنا لا أستطيع أن أملك أن أعطيكم موعد، أنا مش أنا الوزير الصحة ولا أنا رئيس الوزراء، لكن أنا بقول لكم شغلة، إذا كان إحنا عندنا اجتماع الهيئة العامة لنقابة الأطباء، الاجتماع الأول 12/5 وغالبا لا يكتمل النصاب، بنروح ل 26/5، إذا 26/5 ما كانت هذه الإجراءات ماشية، أنتوا كجزء من الهيئة العامة مع زملائكم من اللي بيشتغلوا بالقطاعات الأخرى افعلوا لما ترونه مناسبا. أنا في طبيب إن شاء الله حتى كويس، إن شاء الله حتى أنتوا بتساووا اللي بدكم إياه. أنا كويس. عندي طبيب الآن بقول لي أنا طبيب وأعمل على أوبر وكريم والعمل مش عيب، هيو بس يا أخوي أنا مش قادر أروح القطاع الخاص خوفا يمسكوني وبعدين يغرقوني مثل ما تفضل الدكتور، لا بدي أعيش بالمصاري وأشتغل على أوبر وكريم. لكن أنا بدي أسألك سؤال اليوم كنقابة، ماذا لو جاءت الوزارة وساومت النقابة قالت لك يا دكتور شو رأيك ما نعين أطباء ونرفع لكم ونعطيكم هاي العلاوة صفقة،
احنا ما نديرش صفقات، احنا عندنا مطالب محدده يا اخي. بس يا اخي اقول لك مسحوبه صفقه مصطلح صفقه مسحوب احنا ماشي. لا بس بتقول لك يا دكتور واحد من الثنتين، انا اليوم بدك انت علاوه، انا بدي ازيدك علاوه بس على حساب التعيينات، او بتقول لك انا بدي اعمل تعيينات وما في علاوه. شوف الخيرين محلاهم، حكومه ذكيه. شو بتجاوب سيدي؟ انا بجاوبك التعيينات شيء منفصل تماما ومستقل تماما. ما هي اللي بتحط الشوارع، وهذا مرفوض. يعني ليش هذا بدك مستشفى اذا بديش عين؟ هذا الطرح، هذا الطرح مرفوض. انا كيف بدي اغطي المراكز الصحيه وكيف بدي اغطي المستشفيات؟ دكتور واحد اختصاصي كل 3 ايام بنزل عمان، ولا انا غلطان؟ الناحيه الثانيه كل اسبوع، قال كل 3 ايام. الناحيه الثانيه الاطباء عندنا الان باخذوهم كلهم اقامات، وبتبقى المستشفيات فاضيه والمراكز الصحيه فاضيه، كيف انا بدي ارفع علاوات واترك المراكز فاضيه؟ احنا نطالب بالجهتين، لا تنازل عن الجهتين، العلاوات زائد التعيينات. بدي اسمع من النقابه العلاوة متفق عليها، الموضوع مش في 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 ملعب وزارة الصحة. الوزارة الصحة كان أذكياء، كتبوا لك السير في الإجراءات. ما وافقت عادك يعني الإجراءات تمشي معي السنة هاي، صار إن ست أشهر في الإجراءات ماشي. بس أقول لك شيء، بس اليوم وزير صحة الأمانة الهيكلي قال أنا وفرت 2 مليون. وفر إيش؟ 2 مليون. 2 مليون اليوم الهيكلي قال أنا وفرت 2 مليون. طبعا. وأنتوا 10 مليون. مش بس هيك، هو وفر 6 ملايين من أشياء أخرى. طيب وفر، هل سيعطيني الاطباء؟ مش بس هيك، خليني احكي لك شغله. تفضل. هلا مش في شيء اسمه التامين الصحي بتحكي عنه؟ صحيح. مش في ناس بتعالجوا على حسابهم في وزاره الصحه؟ مش هذا كله بدخل برمجه من حكيم بفواتير بتطلع؟ صحيح. مين اللي بيدخل بياناتها؟ مش الطبيب؟ من احد المطالب اللي احنا توجهنا فيها للاطباء بناء على طلب معالي وزير الصحه، انه هذول الاطباء فعلا يكونوا يدخلوا المعلومات كامله حتى تستوفى الفاتوره كامله، سواء كانت على حساب التامين الصحي ولا على حساب اي جهه اخرى. كويس. او على حساب الشخصي ماشي. فبالتالي الطبيب ايضا مصدر دخل لوزاره الصحه، بس لما باخذش حقه ما راح يقول لك انا والله شو هامني يعني الوزاره تاخذ من الناس. صحيح. انا مع الناس مش مع الوزاره. صحيح. لكن انا بقول انه كالتالي على يعني الحكومه ممثله برئيس الوزراء ووزير الماليه وغيره، ما راح يعجزها ميزانيه الاردن مليارين ولا مش عارف كم يا اخي. احنا مش مراعي رئيس الوزراء ووزير الماليه، انت لانه الاجراءات عنده مع وزير الصحه. انت وزير الصحه انت اللي قاعد معك وزير الماليه، اللي قاعد معك رئيس الوزراء. لا وزير الصحه، وزير الصحه بقول لك انا برفعها لرئاسه الوزراء، رئاسه الوزراء يدبر حالها. طيب عنده ماشي يعني ماشي. اقول لك طب احكي لك شغله، يسمحوا لوزاره الماليه تسمح لوزاره الصحه تعمل مناقلات من بند لبند، بيطلع لنا 10 ملايين. كيف؟ ما بعرف كيف. اساله بعد الفاصل بنعرف كيف، وأطرح السؤال ماذا لو لم توافق الحكومة، كيف سيكون التصرف بعد الفاصل. أهلا بكم من جد، ترحاب بضيفي. شو قصدك بالمناقلات بند لبند؟ يعني هلا في مش في بنود بميزانيه وزاره الصحه؟ بلا في خدمات ورواتب ونفقات ونفقات وكذا وكذا وكذا. اذا وزاره بالتعاون مع وزاره الماليه بيعملوا مناقلات، لانه الميزانيه السنه وافق عليها كما طلبت من وزاره الصحه. صحيح. والمفروض انه فيها جزء من العلاوات حسب ما اتفقنا اللي هو 10 مليون بالضبط، حسب ما اتفقنا مع وزير الصحه سابقا، تمام، قبل ما تروح تذهب الميزانيه للحكومه او لمجلس النواب. هلا يعني قضية المناقلات من بند لبند هذا بتطبق على كل وزارة وكل كذا، يعني هو كل ما حريته بالسحم وبجوز. الحكومة جربت تعطي المورفين والأبر التخدير للأطباء، قالت خلنا نخدرهم سنة زمن. لا ما الأطباء ما راح يصبروا. الأطباء يعطونا الأبر. لا الأطباء ما راح يصبروا، ما راح يصبروا سنة. ماذا لو لم توافق الحكومة على هذا المطلب؟ أنا أقول لك شغلة، قل لي يوم 26/5 حيصير مشكلة كبيرة. أنت معطيهم مهلة 26/5 اللي هي موعد اجتماع الهيئة العامة، بدهم يجوا هذول النص اللي قاعدين حيكونوا في الاجتماع تبع الهيئة العامة أطباء وزارة الصحة، سيقنعوا زملائهم الأطباء في القطاعات الأخرى بالإضراب معهم. كيف يعني؟ تفضل دكتور. احنا نصير زي بريطانيا اللي أضربت 4 أيام ابتداء من امبارح، والناس محتجة بكل الشوارع كلها هناك. والموضوع مش المشكلة مش مكلف، يعني ضمن ميزانية للحكومة الأردنية 2 أو 3 مليار أو ما أعرف قديش الميزانية الحكومة الأردنية، هذا الحكي يعني. ومش بس هيك يعني، أنا بعتقد أنه المنظومة الصحية يجب أن يعاد ترتيبها بحيث أن نقدم أفضل خدمة بأفضل أطباء
بافضل ممرضين، بافضل صياده، بافضل. رح اجي على المنظومه واسمع رايك في هذه المنظومه، بس دكتور ماذا لو لا قدر الله 26/5 مثل ما تفضل الدكتور الان بقول لك انا عندي اجتماع يا عم، شو بدي اطلع اقول لهم؟ يا سيدي انا وتلويح بالاضراب كانت واضحه، يعني تلويح بالاضراب جميعا جميعا. احنا مع الاطباء، مع مطالبهم، لكن لسنا مع حجب الخدمه عن المريض، لسنا مع حجب الخدمه. احنا كليات مش مع حجب الخدمه دكتور، كلنا ما بنطلب ولا 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 نقبل انه تحجب الخدمه عن مريضنا. احنا سنعمل في مجلس النواب ومن خلال اللجنه الصحيه ومن خلال اللجنه الاداريه لتنفيذ هذه الاتفاقيه. القرار اليوم عند نقاب عند الوزير والوزير الماليه والوزير ولا رئيس الوزراء؟ القرار عند الحكومه بشكل عام كمنظومه. اجتمعتوا مع الحكومه كمنظومه؟ لا. طب اجتمعوا انتوا وياهم الحكومه يا سيدي، بلكي انحلت قبل 26/5 ان شاء الله. تتوقع تنحل؟ انا بتوقع تنحل. اليوم شفت الوزير انت عندك انصاف في زياده ولا ما في؟ الوزير متفائل، الوزير متفائل للامانه، والوزير همه ان تحقق هذه الاتفاقيه لسير العمل في وزاره الصحه. انا اتفق، انا اتفق مع الوزير صادق يعني معاه على انه الوزير يعمل جاهدا على هذا الموضوع، يعمل الوزير ومشكور على عمله. الموضوع بظل عند الحكومه زي ما حكى سعاده النائب، عند رئيس الحكومة، عند وزير المالية، عند اللجنة الاقتصادية، يعني مسميات كثيرة. أنا المهم في نهاية الأمر أنه هذا الطبيب اللي بيشتغل في مستشفى البشير واللي بيشتغل في آخر الدنيا برويشت، ليش نفتح مستشفى برويشت وإحنا ما عندناش أطباء يروحوا لعرويشت؟ تمام ولا لا؟ وأنا بدفع بصاري وبستهلك أجهزة وبستهلك كذا، وبالآخر الطبيب. وبعدين أقول لك شغلة، أكرم الطبيب بيشتغل لك مضاعف وقته، لأنه هو بستمتع بشغله، بس على الأقل يلاقي مقابل له. يعني وبعدين اقول لك شيء كمان مهم جدا، تفضل. الطبيب ليس فقط مصاري وفلوس، الطبيب كمان علم. يعني اذا كان هو زي ما حكى الدكتور بده يروح بيضطر يروح داوم له مركز صحي، مركز من المراكز الخاصه طول الليل مشان ياخذه بالاخر 20 ليره ولا 30 دينار. في ناس بيشتغلوا 7 ساعات او 8 ساعات ليليه، شفتات ليليه ما بيطلع لهم مش 40 ليره، 7 ليرات على الساعه، تمام؟ هذا بيروح، كيف بيروح الصبح على دوامه بمستشفى او بمركز صحي؟ وبالتالي كويس. اكرم الطبيب بيقدر يروح يدرس ويكتب ابحاث علميه، يكتب ابحاث ويترقى و صحيح. ليه مش بس هيك، احنا عندنا مؤسسات تعليميه فظيعه وقويه جدا، مثل المدينه الطبيه، مثل مستشفى الجامعه، مستشفى علوم التكنولوجيا. ايضا هذول الاطباء بحاجه الى دورات لهناك. المقيم اللي بفوت على اقامه في وزاره الصحه لا يجب أن يبقى مقيماً 5 سنوات في مستشفى يتنقل ما بين الزرقاء وربد وعمان، ها لازم يروح يختلط مع الزملاء في مستشفى الجامعة ويتعلم من أساتذة هناك، لازم يروح حتى على القطاع الخاص اللي فيها برامج اختصاص. وهذا اللي أنا طلبت في مجلس الطب الأردني، إنه الطبيب اللي بيدخل برامج إقامة ومعظمها يا يعني مكافأة يا أنبيد يا بدفع رسوم، حتى هذا يجب أن ينتقل من وزارة الصحة في أحد السنوات إلى المدينة الطبية أو إلى مستشفى جامعي وإلى القطاع الخاص زي مستشفى الأردن، مستشفى العربي اللي فيها برامج إقامة. نعم. حتى يعرف ويختلط بالناس الآخرين، ما يظلش تحت إمرة واحد أو اثنين أو ثلاث، ممكن يعلموه ممكن ما يعلموه، لأنه عندنا إحنا في وزارة الصحة في كثير من الاختصاصات غير كافية لتقديم الخدمة والتعليم. صحيح. تعليم المقيم مش شغلة سهلة، انت بدك تاخذ بيده اذا كان خاصه بيشتغل جراحه ولا يا دكتور الان 11 12 طالب احنا بشوف احيانا بعض المستشفيات مع دكتور. اه طبعا. و15 طالب مع دكتور، شو بده هالدكتور هذا؟ لا لا، هاي نقطه اذا بتحب تثيرها. هاي مصيبه. اصبر يا دكتور، اصبر يا. احنا هسه بنحكي عن مشكله صغيره، بعد 5 سنين اليك الارقام. عدد الاطباء الذين انتسبوا لنقابه الاطباء على مدار 70 سنه من 1954 حتى الان، ها 42500 طبيب. كويس. منهم 4-5000 انتقلوا الى رحمه الله. في كم واحد متقاعد وفي عجز، وفي ناس برا، فاللي بقيوا 28000. عندك انت خلال ال5 سنوات القادمه سيتخرج 35000 طبيب، على افتراض انه في 3-4 راح يتركوا كليه الطب. 19000 طبيب طالب طب يدرسوا الان في كليه طب اردنيه، و19000 في كليه طب خارج الاردن. لما بده يجوا هذول وين بدهم يعينوا؟ احسن سنه السنة، يعني وزير الصحة بكل جهوده الكبيرة وفتح مستشفيات وزي ما قال الدكتور مراكز 500، والخدمات تأخذ لها 150-200، والجامعات تأخذ لها 100، ولا عمره وصل الرقم للتعيين 1000 واحد. ماذا سنفعل بالباقين؟ إذا أنت بتحكي قاعد عن علاوات، اصبر على مشكلة البطالة. أنت قاعد قبل شوي تقول أوبر، أنا بعرف أطباء اللي بيشتغل كاشير ولا بيشتغل كذا ولا بيشتغل كذا، هل هذا يجوز؟ أضف إلى ذلك هو ما جرى خلال السنوات 10 الماضية من تدمير للسياحة العلاجية.
ضمن القيود الأمنية، وبالتالي لا القطاع الخاص بيشتغل ولا المستشفيات قاعدة بتفلس، مستشفيات قاعدة على وشك الإفلاس، مستشفيات محجوز عليها، أطباء بتفوت أنت على أطباء كانوا مشهورين تفوت على عيادته ما عندوش غير طبيبين مريض أو مريضين باليوم، لا هم بكفوا السكرتير، وبالتالي في عندنا بطالة بطالة في القطاع الخاص مقنعة، وعندنا بطالة أطباء خريجين جدد، وعندنا أطباء غير مقتنعين برواتبهم ودخلهم في وزارة الصحة ولا برامج التعليم تبعتهم. كويس، طب الله عليك يا دكتور اللي تفضل فيه الآن الدكتور، هاي المنظومة الصحية مشاكلها، مش هذا رقم مخيف؟ من الـ 54 لليوم السنة كمان خمس سنين بده يكون أعضاء النقابة قدهم إذا مش أكثر. يعني مش أكثر طبعًا. نقطة ثانية، البطالة بتخصص الطب، تخيل قديش صار راح تصير عندنا بطالة مخيفة. نقطة ثالثة بقول لك مستشفيات بتفلس، مستشفيات بتسكر، وهي حقيقة طبعًا. أطباء غيروا مهنتهم، بس أي طبيب بشوف حاله ما عنده شغل بحولها مركز تجميل. تزبط تزبط طبعًا تزبط، لأنه هذا هذا الدارج. والنقطة الأهم يا دكتور، لما أجتكم موازنة وزارة الصحة شجتكم؟ نعم. كلجنة طبية ما كان مكتوب إنه في زيادة على العلاوة قيمتها القد من موازنة الصحة، ولا كان مكتوب؟ هي كان رواتب وعلاوات. طيب كويس. ولم توضح هذه الأرقام، يعني علاوة عمل إضافي، رواتب وعلاوات أطباء وكوادر طبية. والله لا أذكر، يعني لا أذكر. طيب دكتور إحنا ممكن نرجع لهذه المادة. ما ورد من وزارة الصحة تم الموافقة عليه. تم الموافقة عليه، ولو أضافوا لتمت الموافقة، لأنه كل نوابنا يعني كان هدفهم رفع موازنة وزارة الصحة. كويس. طب يا دكتور، هو لو كانت مكتوبة هذا البند القيمة هاي بالموازنة كان ما احتجنا نعمل حلقة ولا خلاف، ولا الدكتور يقول لك 26.5 كان عارف إنه في ضمن الموازنة، ويا نقابة الأطباء ب1.5 ب1.6 بنزل، وهيها موجودة بالموازنة. هاي نص السنة راحت، يعني وفروا من 10 5 بتوفروا وفروا 5. طب شو معرفك بجوز بوفروا 5 قاعدين هم ولا شهر 6؟ ما بعرف، او بيشتروا وقت كل شهر زياده. كويس سيدي، انا خليني احكي لك شغله. يعني انت بتعرف انه التعليم والصحه هم ركنان اساسيين وحق دستوري لكل مواطن، وهذا ما تميزت به الاردن. الخدمه في وزاره الصحه الطبيب والممرض والصيدلي، بس الطبيب هو الركن الاساسي، ها، واللي اكثر واحد تعب في حياته، وهو الكفاءة الأعلى في التوجيه والكفاءة الأعلى بالجامع وغيره، تمام؟ ماشي. والمعلم أيضا هو الركن الأساسي في المنظومة التعليمية، صحيح. ومن غير هذول الاثنين المجتمع يفسد بدون جدال. ماشي. إحنا هسا عندنا أطباء في وزارة الصحة الأكثر مظلومية. أطباء بكل وزارة الصحة. نعم. وبالتالي 6500 طبيب. نعم 6500 طبيب. لدرجة يعني أنا امبارح بقول لهم هل يجوز إنه إحنا نصف أطباء وزارة الصحة مش قادرين يسددوا التزاماتهم نحو النقابة، وبالتالي ممكن تشطب عضويتهم؟ وهذا يعني شيء سيء، وأنا ما قابل أشطب عضويتهم، واتفقت مع الوزير على أنه يعني نقسطها إلى أسهل ما يمكن، بس مشان نطبق القانون تبع النقابة. لأنك أنت شاعر معهم يعني. طبعاً، لكن يعني عفيتهم من الغرامات، عفيتهم من الفوائد اللي هي بنص عليها قانون، يعني خرقت القانون مشان هذا الموضوع، أنا وأعضاء المجلس وعفينا اللي هو أقل من 35 سنة عمره، يعني هو طول فترة الإقامة، كله هذا مشان بس مش قادرين. واحد مرح بقولي أنا شو جابرني أدفع لك 20 ليرة وأنا اللي كلي بأخذ مش عارف كم ملكوش. هذا غير صندوق المسؤولية الطبية ولا تعال شو المشكلة؟ كويس طيب. لا أقول لك مشكلة كبرى. هلأ أنا مجبور إنه أنا أي واحد ما سدد التزاماته لمدة 6 أشهر نشطب عضويته. فرضنا إحنا أخذنا طبعا في ناس شطبوا قبل ما نيجي إحنا. ماشي. ها؟ المشطوب عضويته الآن إذا غلط غلطة صغيرة هالقد، خليني أقول لك شغلة، يعني المواطنين والمرضى والمحامين جاهزين، بروح على أول ما يجي على نقابة الأطباء بقول هذا عضو في النقابة ولا مشطوب عضويته؟ إذا قلت له مشطوب عضويته فمسؤولية على وزير الصحة إنه كيف معين واحد مشطوب عضويته؟ الأساس أن يكون عضو في نقابة الأطباء قانون. يعني هل هذه هي الجملة الأخيرة ورق لوزير الصحة إنه سرع؟ طبعا لازم يسرع. ما بحكي عن وزير الصحه، بحكي عن الحكومه ككل. قدرك ذلك تمام. الحكومه ككل عليها ان تنهي هذا الملف كويس لصالح الاطباء. كلجنه صحه نيابيه ماذا تطالب الحكومه اليوم بالدقيقه؟ تفضل. تنفيذ الاتفاقيه مع الوزاره، بنطالب وزير الماليه، في عندنا مشاريع لوزاره الصحه لعام 2022 لم تنفذ وعادت
أرصدتها إلى وزارة المالية ممكن تغطي هذه العلاوي بكل سهولة. عندنا المشاريع يعني كثيرة جدا. الحكومة بتنفيذ الاتفاقية ورفع العلاوة. عشان أكون صريح معك. سبعة من ثمان نقاط في الاتفاقية يعني تم تنفيذها بشكل شبه كامل. ممتاز. بقي موضوع العلاوة. اللي هو موضوع. من يعني مثلا خليني أقول لك بدل التنقلات وبدل اقتناء السيارة نفذ على 2400 بعد. باقي ماشي. مثلا برامج الإقامة كل هذا حكي ترحيب فيه. لكن ظلت هاي النقطة. هاي النقطة. العطوة 26/5 ولا قبل؟ العطوة في عطوة بعدين دخلت ترى. خالد مين؟ جلالة الملك. اسمعوا أنا أشكر ضيوفي في الحلقة رقم الأطباء الدكتور زياد زعبي شكرا لك ولحضورك شكرا وصولي عضو لجنة الصحة النيابية دكتور تيسير كرشان شكرا شكرا لكم دمتم بخير التقيكم بغد فإلى حين كل التحية.